بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض في theme 2 chapter 2. أول بارت عندنا بارت مهم جدا، لأن هناخد مجموعة كلمات. الكلمات دي يعني هتفضل معانا على طول في السنين الجاية. فأول كلمة عندنا اسمها living things. living things، living things يعني الأشياء أو الكائنات الحية، زي السمكة، زي القطة، زي البطة، زي يعني الحاجات اللي بتتحرك وبتكبر وبتعيش دي اسمها living things. احنا living thing، احنا كائن حي. living things دي كلمة مهمة جدا، معناها الكائنات الحية. عكسها بقى الكائنات اللي هي مش حية، ما بتكبرش، ما بتاكلش، ما بتتنفسش، ما فاهم، اسمها non-living things. non يعني لا، يعني احنا بننفي الحاجة دي او الحاجة دي ما بقتش كده. non-living things. non-living things. non-living things يعني الكائنات الغير حية، زي مثلا القلم. هل القلم مثلا بيتكلم؟ بتقعد تكلم القلم انت؟ يعني لا، دي حاجة تانية. ممكن واحد يقعد يكلم القلم بس هو اكيد القلم مش هرد عليه. ممكن مثلا يكلم الدولاب مثلا، الدولاب مش هيرد عليه. او مثلا في حاجات يبقى الحاجات دي نون ليفينج. انما هو لو قعد كلم القطه، ممكن القطه تبص له تعرف ان في حد بيكلمها، فاهم الفكره؟ فدي كائنات حيه. الكائن الليفينج اللي هو الكائن الحي بياكل وبيشرب وبيعطش وبيتنفس. ففي فرق بين كلمه ليفينج ثينج ونون ليفينج ثينج. الليفينج ثينجز الكائنات الحيه، نون ليفينج ثينجز دي الكائنات الغير حيه. عندنا حاجة اسمها map. map يعني خريطة. مثلا انت عايش في مصر، فمصر دولة واكيد ليها رسمة بتعبر عن مصر، ان فين مصر دي ومكانها فين وايه التفاصيل اللي فيها وفين محافظة القاهرة وفين كده. فالحاجات دي بتترسم على خريطة. الخريطة دي بياخدها المسافرين عشان يعرفوا هم هيمشوا ازاي اتجاهاتهم وكده. فكلمة خريطة يعني map. map يعني خريطة. دي مجموعة الكلمات اللي احنا محتاجينها في البارت ده، وان شاء الله نكمل مع بعض في البارتس اللي جاية. الشابتر ده بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معكم مستر احمد الباشا، باي باي.